يشكو مزارعو الأرز بمحافظة الشرقية من فرض غرامات مالية عليهم نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعة الأرز، وفي نفس الوقت يرجع المزارعون استخدامهم لهذه المياه بسبب عدم توفير الدولة لمياه الري. احنا بقالنا اكتر من 25 سنة ما بيجيش لنا مية نهائي من اللي هي مية البحر، ومعتمدين كل اعتمادنا على المواسير الارتواز المندوجة. انا النهارده يا وزير الري ما بتدينيش ميه، ولا الزراعه بتديني كماوي، ولا في عندي ميه، وجايب لي غرامه ليه؟ هل هزرع بالربع علشان اجيب لي اردبين رز اروح ابيعهم علشان اسد الري؟ طب احنا هندوق مواسير ونتكلف على حسابنا نروح ندفع غرامه كمان، يرضي مين؟ هل احنا بتوصلنا ميه الري؟ ما بتوصلناش ميه الري، بقى لنا 18 سنه وما بتوصلش لنا ميه الري. يبقى احنا ندفع ري ليه؟ ندفع غرامات ري ليه؟ غرامات جايه كبيره، الست جايه من بدا من 2500 ل 3 ولحد 12000 و28000 جنيه. الفلاح يروح فين؟ يروح فين من حضرتك؟ احنا لقيناه اهو قدام حضرتك اهو، نصور المكنه بيدقوا مكن ميه عشان نعرف نزرع والناس تاكل وتعيش. يبقى انا النهارده لو ما زرعتش رز لعيالي ولا عندي فدان وازرع منه 6 جرايط ارض رز اكل عيالي ايه؟ جاي لي غرامه ب 1830 جنيه وما عنديش ولا جرات لا ملك ولا اصلاح، وجاي لي غرامه والوصله اهو سيادتي. ما زرعتش يعني؟ ما زرعتش ولا من الافيس ولا زرعت رز خالص، ولا الوصله اهو، وما فيش ري باقي خالص، ولا من زمين ولا من اي مكان، والترعه مردومه خالص، وبدق مصاري ب 20000 وبدي مكنه ب 30000، وجاي لي غرامه 2700 جنيه، منين ادفع؟ كده بالطريقه ديت بيموت الفلاح، كده ماسوره زي ديت كده ب 30000 جنيه بتدق عشان 7 8 غريط، وما فيش ميه بتيجي في الترع، والترع زي ما انت شايفه ناشفه اهيت، ولا في ميه بحري بتوصلنا ولا اي حاجه، والغرامات ديت جايه بسبب ايه؟ الفلاح غلبان ويا دوبك شويه الحب اللي بيطلعوا بياكلهم ومش مكفيينه، والارض خسرانه. الغرامه بتيجي على الاثنين، المهاجر وصاحب الملك. يعني المهندس الزراعي المفروض ياخد الكلام بثقه ولا وبحاجه عينيه، يعمل بحث عيني، لكن هو قاعد في الجمعيه بيحط الحصر. فحضرتك عايزين حل، والناس مش هتدفع اصلا، واحنا هنسيب الاراضي بوه. الزرع سيادتك بتخسر، تخسر ايه بقى عندنا؟ نكلف عليها ونيجي اخر السنه ما بنطلش منها حاجه. اللي بتقول له اردب اغلى يبيعه ويصرف على الزرعه الثانيه، مش بيصرف على العيال. جاي لك غرامه ميه قد ايه؟ جاي لي 2700 جنيه والوصله اهو، وانا ما عنديش منهم ولا ساغ، والعيال جعان وضعيف العيد. طبعا مش هتزرع خالص، لا رز ولا ذره ولا غله كمان.